طيب خلينا بقى نروح للفيوم على الهواء مباشرة مع جماهير الفيوم وجماهير المقصة، مراسلنا سامح الفيومي. امبارح المقصة زعل جماهير الفيوم ان الخسارة من بتروجيت 1-0 بتبعد نادي المقصة عن منافسة النادي الاهلي او فرصة منافسة النادي الاهلي السنة دي في بطولة الدوري، ولكن المقصة بيقترب حتى بعد الخسارة امبارح من المشاركة في الموسم القادم من دوري ابطال افريقيا، انه فارق بنقاط كتير عن اصحاب المركز الثالث والرابع. ان مصر المقصة في المركز الثاني 63 نقطة، فارق عن الزمالك ب 12 نقطة، وفارق عن المصري بحوالي 20 نقطة او 19 نقطة. فالمقصة يعني السنة الجاية ان شاء الله هيشارك في دوري ابطال افريقيا. خلينا نشوف رأي جماهير الفيوم على فريق نادي مصر المقصة وادائهم في الفترة الحالية مع الكابتن ايهاب جلال ومع زميلنا طبعا مراسل سامح الفيوم من الفيوم على الهواء مباشرة. كابتن كريم مساء الخير لكل مشاهدي ومتابعي قناة التميز النهار رياضة من هنا من محافظة الفيوم في بث حي ومباشر مع يعني نقدر نقول رابطة مشجعي نادي مصر المقصة. ويمكن زي ما تفضلت يا كابتن كريم أكيد الناس زعلانة من خسارة نادي مصر المقصة بالأمس أمام نادي بتروجيت، لكن الناس يعني كلها سعادة برضو بأداء نادي مصر المقصة ووصوله للمركز الثاني منفرد. يعني أكيد تابعتوا ماتش بتروجيت امبارح وأكيد خسارة على غير المتوقع لنادي مصر المقصة. كلنا نتمنى إن احنا نكسب طبعا، لكن برضو احنا ورا فريقنا وبنشجعه وبنهني الكابتن ايهاب جلال على المركز الثاني، واننا نتمنى ان احنا ننافس. يعني اكيد كان حلم كل الجماهير ان النادي المقصة يستمر في المنافسه. اكيد طبعا، وان شاء الله هننافس برضو ان شاء الله. اكيد اكيد يمكن امنيات وطموحات كل جماهير الفيوم ان نادي مصر المقصة يستمر في الابداع والمركز الثاني والمنافسه واللعب افريقيا فرق. والله المركز الثاني يعني شرفنا جميعا هنا بالنسبه لمحافظه الفيوم ان احنا اول مره نوصل للمستوى دي ده، وهو مستوى مجهود مش مستوى يعني ان احنا نقول مثلا سيبك من حاجات التحكيم، احنا عندنا هنا الكره في الفيوم كوره نظيفه ونتشرف بيها افريقيا مش مصريا كمان. يمكن الشيء جميل ان احنا النادي نادي ممثل لمحافظه الفيوم، نادي مصر المقصه بينافس الكبار بيقدر يحقق نتائج رائعه وقدر بالفعل يعني ينفرد بالمركز الثاني. اولا انا بمس على الكابتن كريم الراجل المحايد اللي ما بنحسش انه زملكاوي، بنحس انه هو منتمي لجميع الفرق، بس احنا بنطالب بدعم اعلامي لنادي مصر المقصه، احنا مش قليلين وده النادي بيمثلنا ونادي فيوم واخد بال حضرتك، فاحنا عايزين يعني بنطالب بدعم اعلامي وعايزين الفرق الكبيره تيجي هنا، احنا مش قليلين وعندنا لعيبه حلوه وعندنا مدرب على مستوى عالي من احسن المدربين في مصر. وبالمناسبه يعني انا نفسي ان كابتن ايهاب ما يسيبناش، احنا عايزين الكابتن ايهاب جلال يبقى معانا على الخساره والمكسب معانا، واحنا بنحبه لان الراجل ده راجل محترم وبيطلع علينا لعيبه كويسه واخد بال حضرتك. فاحنا يعني من خلال الكابتن كريم بنطالب ان الفرقه الكبيره تيجي هنا، احنا عندنا امن محترم وعندنا استاد محترم وجماهير محترمه، احنا ما عملناش حاجه تزعل حد، يعني احنا ما زعلناش حد منا خالص، لا اهلي ولا زمالك ولا فرق افريقيه. اللي بيجي الفيوم بنشيله على دماغنا لان احنا شعب طيب وطول عمرنا نفسنا ان حد يعني يمثلنا في الدوري الممتاز واخد بال حضرتك. فيا ريت الكابتن كريم يوصل صوتنا للمسؤولين ان الاهلي والزمالك يجوا هنا، والله هنشيلهم على راسنا، هنشيلهم على راسنا. اكيد طموحات مشروعه لكل جماهير الفيوم، خاصه ان نادي مصر المقصه او مشجعي المقصه في الدوري الممتاز لموسمين على التوالي بيحصلوا على افضل جمهور، واكيد نفسكم ان ترجعوا تاني المدرجات، واكيد نفسكم ان نادي مصر المقصه يرجع لمستواه ويرجع. مساء الخير على كابتن كريم، بس انا عايز اسال واحد، هات لي مشكله واحده عملناها في الفيوم ان تمنع الاهلي والزمالك يجوا، اما مشكله الفيوم والزمالك اللي هم بيقولوا عليها دي يعني مش عايزين نقول مفتعله ولكن كان لها ظروف خاصه، دي حاجه. الحاجه الثانيه يعني احنا يعني قول لي طنطا اسوان الشرقيه كل الفرق الشعبيه راحت الاهلي والزمالك هناك، دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا فرحانين بفريقنا وفرحانين بيه قوي، والكابتن ايهاب جلال اللي هو خد شهاده ان هو فيومي فيوم الصرف كمان، خلاص جمهور الفيوم اتمسك بيه، ولو ان شاء الله في زياره اللي هو محمد هتروح له ان شاء الله بسبب الموضوع ده. بالنسبه لافريقيا هنحط اسم الفيوم تاني في افريقيا وهنكدوا العزال. لا ما فيش عزال، اكيد كل الناس بتحترم نادي مصر المقصه اهلاويه زملكاويه كل الناس. لا احنا بالنسبه لجمهور الزمالك او الاهلي لا اخواتنا، اما بالنسبه لبقى الناس اللي هي بتطلع بس تتكلم باي كلام في الاعلام وتقعد تهاجم وبس
وتهاجموا بس، احنا ما بنديلهاش ودنا، بنقفل ودنا احنا اصلا من ناحيتها خالص. احنا اهم حاجه ان احنا نفرح ونخلي فريقنا يفرح والفريق كله تفرح ان شاء الله. اكيد اكيد. يمكن مطالبات ببقاء الكابتن ايهاب جلال وكلام كتير، عروض من نادي الاسماعيلي، عروض من انديه، انتوا كرابطه مشجعين في تواصل اكيد مع الكابتن ايهاب؟ احنا مع كابتن كابتن ايهاب جلال قلبا وقالبا، واحنا مش هنسيبه. هو ما يفكرش انه يمشي، لان احنا بنحبه، راجل محترم، راجل متواضع، راجل بيحبب الفيوم كلها في شخصه، لانه راجل محترم جدا جدا، وكفايه ادبه واخلاقه، وكفايه انه راجل محترم. لك الزمالك عايزه، والاهلي عايزه، والاسماعيلي، كل الانديه عايزاه. ليه؟ لانه راجل فاهم كوره، وراجل علمي، ودارس، عارف الدراسه بتاعته ازاي، بيطبقها على اللعيبه. يمكن الزمالك او نادي مصر المقصه كان ليه تجربه افريقيا، نقدر نقول ان التجربه كانت ناجحه الى حد ما مع اول مشاركه. رجوع نادي مصر المقصه تاني المشاركه الافريقيه بيمثل لكم ايه؟ طبعا ده حلم كبير جدا، ان احنا دخلنا كونفدراليه وبعد كده هنخش ابطال الدوري. ده حلم يعني مع احترامي ليك ما كناش نحلم بيه، من كونفدراليه لحد ابطال الدوري، ده حلم جميل جدا جدا جدا. يعني انت ايه رايك في اداء مصر المقصه السنه؟ والله ده مصر المقصه الصراحه قال ما فيش زيه، بس احنا عايزين بس كابتن كريم يخلي باله منا بس في حاجه واحده، يعني احنا اول شعب الفيوم دوت شعب بسيط، بنحب اي حد بيجي لنا هنا، احنا بنحترم اي حد يجي لنا هنا، بس عايزين زمالك، وعايزين اهلي، وعايزين اي نادي يجي لنا هنا بس. طالبوا يعني بان تقام مباريات الاهلي والزمالك على استاد الفيوم؟ على استاد الفيوم، يعني احنا شعب بسيط ما بنحبش ان احنا نعمل مشاكل ولا حوارات ولا اي حاجه، عايزين اي حد يجي لنا هنا بس، واحنا نشرفوا دماغنا. اكيد هو حق مشروع لكل جماهير الفيوم المطالبه بعوده الجمهور، بالمطالبه بلعب نادي الاهلي ونادي الزمالك على استاد الفيوم. من زمان الاهلي والزمالك ما جوش استاد الفيوم. والله هو الاهلي والزمالك المفروض يعني يجوا، زي اقول لك زي يعني اشمعنى الدوري مثلا الناس اللي زي طنطا والشرقيه والناس دي، اشمعنى الاهلي والزمالك ما يجوش؟ ما كده الاهلي يستحق، لازم ياخد الدوري، لازم ياخد الدوري. ما انت ما تجيليش في ارضي وما تجيليش في ملعبي، اما انا بلعب بره مطوشت بلعبها بره، ما انت ما بتجيليش هنا هلعب انا، يعني اما الاهلي ده المنافس بتاعي، اما انا لما العب هنا وهاخد الاهلي واخد الزمالك هنا، يبقى انا استحقت والناس كلها هتحلف بيا. ثانيا انا بطالب من اتحاد الكوره يا ريت يكون في عدل من ناحيه، يخلي كل ماتش كل فرقه ليها حق تلعب، ما لهمش ذنب في اللي بيحصل، والامن بسم الله ما شاء الله مسيطر في كل مكان، يعني في الفيوم هنا بسم الله ما شاء الله، ربنا يخلي مدير الامن بتاعنا الراجل ده، يعني بصراحه تعبان في البلد دي بصراحه، ربنا يبارك له. بس احنا عايزين بس الاهلي والزمالك يجوا هنا زينا زي اي حد، احنا زينا زي الاتحاد السكندري، زي سموحه، لا التحكيم ده انا ما شفتش تحكيم بسم الله ما شاء الله، بس الحكم بتاع امبارح بصراحه هو اللي شايلنا الماتش، بس احنا كنا وحشين، بس هو اللي شايلنا الماتش. اكيد انت حابب تقول حاجه للاعبي مصر المقصه؟ ان شاء الله ربنا يوفق المقصه، والفيوم طلع منها ابطال، واخد بالك محمد عبواب الف رحمه عليه، واخد بالك الفيوم ولاده، واخد بال سعادتك، وان شاء الله المقصه واخد بالك ربنا يوفقها، وسيد معوض من الفيوم واخد بالك ده في النادي الاهلي، وان شاء الله ربنا يوفق الفيوم، وكابتن ميدو جامر واخد بال سعادتك، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفق المقصه. اكيد اكيد اكيد. بنشكركم جميعا. يمكن يا كابتن كريم يعني قبل ما ارجع لحضرتك، انت شفت نبض جماهير الفيوم وكلها يعني اصرار على ان نادي مصر المقصه قادر على المنافسه، ويعني نقدر نقول فرحه عارمه بوصول نادي مصر المقصه او اقترابه من الوصول ل يعني اللعب افريقيا مره اخرى، ودي يعني كانت اجواء جماهير نادي مصر المقصه التي تساند الفريق. يمكن عبرت عن غضبها بعض الشيء من خساره الامس، لكن اكدت ثقتها واكدت على ان كلها متواجده وكلها ثقه في الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال وجميع لاعبي مصر المقصة على حجز مكان للفيوم في مقدمة الدوري. والآن الكلمة ليك كابتن كريم. بشكرك يا سامح، وبشكر طبعا جماهير نادي مصر المقصة وجماهير الفيوم، أهل الفيوم، وعايز أقول لهم بس أن عدم حضور الأهلي والزمالك إلى الفيوم مش هم بس اللي ما بيروحوش الفيوم، يعني الداخلية لما بيجي لاعب الأهلي والزمالك بيلعبهم على ملعب بيترو سبورت اللي هو المفروض ماتش الداخلية، لما الزمالك والاهلي بيلعبوا طلائع الجيش ما بيلعبوش في ملعب جهاز الرياضه، بيلعبوه في استاد الجيش في السويس او في الدفاع الجوي. لما الزمالك والاهلي بيروحوا يلعبوا مع طنطا ما بيلعبوش في ملعب طنطا، بيلعبوا في ملعب غزل المحله. لما الاهلي بيبقى عايز يلعب الاسماعيلي في اسماعيليه ما بيتلعبش في اسماعيليه، بيتلعب في برج العرب. الاهلي والزمالك لما بيلعبوا المصري بيلعبوا في برج العرب. الشرقيه ما بتلعبش في ملعبها، فاحنا عندنا لخبطه شويه في ملاعب الفرق، والاهلي والزمالك يلعبوا فين وما يلعبوش فين، ده بسبب الامن.
يعني الناحية أمنية بتقول كده في الفترة الحالية، لكن عشان يبقى عندنا دوري قوي ويبقى فيه تكافؤ فرص لازم كل فريق عنده ملعب، لازم الأهلي والزمالك يروح يلعبوا في الملعب ده زي بقية الفرق في الدوري عشان يبقى كل الفرق بتتعرض لنفس الظروف. لكن انتوا لو جيتوا حسبتوا كده هتلاقوا الأهلي والزمالك ما بيلعبوش الفرق في ملعبها، ده في كل الفرق، يعني ما فيش بس غير ممكن الاتحاد السكندري سموحة الفرق دي، لكن بقية الفرق كلها الأهلي والزمالك ما بيروحوش للفرق.